أثارت وفاة شابة بريطانية بعد إصابتها بفيروس كورونا مخاوف كثيرة، في وقت يعتقد فيه كثير من الشباب أن الفيروس لا يشكل خطورة عليهم. توفيت كلوي ميدلتون صاحبة 21 عاما دون أن تعاني أي ظروف صحية مسبقة، لتصبح أصغر ضحية لكورونا في بريطانيا. سببت وفاتها صدمة كبيرة لعائلتها، وكتبت والدته على فيسبوك منشورا قالت فيه: على من يعتقد أنه مجرد فيروس، إعادة التفكير. أكتب من واقع خبرة شخصية، لقد قتل ابنتي صاحبة 21 عاما. منظمة الصحة العالمية حذرت أخيرا من خطورة الفيروس على الشباب أيضا، مؤكدة في بيان أن المطاف قد ينتهي بهم في العناية المركزة وقد يخسرون حياتهم، وبالتالي لا ينبغي اعتبار كورونا مجرد انفلونزا عادية. في الوقت نفسه أثارت وفاة الشابة البريطانية مخاوف عالمية تجاه تطور الفيروس، فقد طور نفسه مرة واحدة على الأقل في الفترة الأخيرة، وأصاب أكثر من 9500 شخص في بريطانيا، وأودى بحياة أكثر من 450 شخصا، بينما تماثل للشفاء نحو 140 حالة حتى اليوم. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن الفيروس طور نفسه أم أنه خطير على الشباب بالفعل؟